يو صباح الخير عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. انا اليوم كنتواجد في مدينه جديده هنايا في الهند اللي هي جايبور. مدينه ديال جايبور كاينه في الولايه ديال راجستان اللي كاينه الشمال غرب ديال الهند. والمناخ باش كتميز المدينه ديال جايبور هي المناخ الصحراوي، صراحه واحد الحراره ما يمكنش تنطينا اخوتي. تخيلوا اليوم دابا كاينه 44 درجه ديال الحراره اللي كاينه، صراحه سخون الحال بزاف. الناس ديال هاد المدينه كيخرجوا في الصباح كيقضوا الاغراض ديالهم ولا العشيه، اما بالنار حراره صراحه. تخيلوا دابا هاد الفيديو كنصور لكم دابا مع جوج ونص ديال النهار، واحد الطينه كان هنايا راه ما يمكنش. ولكن اليوم واخا كاينه الحراره غادي نخرج ان شاء الله ونكتشفوا، وغادي ندير واحد الجوله اللي هي بدون مخطط. ما خططتش زعما نعرف البلايص غادي نمشي لهم ولا شي حاجه. غادي نهز الكاميرا ديالي، اي حاجه عجبتني غادي نشارك معكم ان شاء الله في هذا الفيديو اللي غتشوفوا معايا ان شاء الله. ودابا لقيتني في واحد الوصل اخر، ما بقاش داك الوصل الاول اللي نزل في المدينه ديال جايبور. صراحه داك الوصل ما عجبنيش، الكونيكسيون اللي كانت فيه ميته بزاف. تخيلوا انا اللي كنت كننشر الفيديوهات ديالي بالكونيكسيون ديال التليفون. من بعد بدلت داك الوصل، جيت لهاد الوصل هذا، واحد الوصل صراحه اللي زوين بزاف. هذا فيه المساحه، كاين واحد الحديقه هنايا، كاين هاد الطبال هنايا، كاين هاد البلاصه هادي اللي بديت تاكل فيها، بديت تخدم فيها. فهاد البلاصه هادي كاين واحد المطعم. اليوم غادي نوريكم شويه من هاد الوصل في الفيديوهات الجايين ان شاء الله اللي غادي ندوز في هاد المدينه، نوريكم داكشي الاخر اللي مازال ما وريتكمش في هاد الفيديو. والثمن باش نازل في هاد الوصل هو 3 دولار 30 درهم مغربيه باش نازل في هاد الوصل. دابا نوريكم هاد الوصل هذا وتقولوا لي انتم واش غالي ولا رخيص في النظر ديالكم. هذا هو الوصل اللي نازل فيه دابا. في هاد البلاصه عندك هاد الكليسه هنايا، عندك الطبال هنايا اللي بيتي تاكل فيهم، بيتي تخدم فيهم. في هاد البلاصه هادي عندك واحد الجريده هنايا. في هاد البلاصه هادي كاين هاد المطعم كما كتشوفوا هنايا، وهادي هي الدخله. هلو برو. هلو برو. هلو هاو ار يو؟ فاين يو؟ ما شاء الله ما شاء الله. اي مسلم؟ الحمد لله الحمد لله. يلا خرج دابا من الوصل، غادي نشوف دابا شي مول تشوك هنايا ولا شي مول الموتور. لا غادي وصلنا للبلاصه الاولى اللي عم تقول ان شاء الله. هلو برو، هذا كيعيطوا ليا بلاتي نشوفوا. هاد اللي هنا هاد فين كدوز الكاميرا هما اللي كيعيطوا لك. انا مول الفواكه. هلو برو، هاو ار يو؟ اي ام ميكانيك. My friend, YouTube channel name. اورامي فلوج. مرحبا بكم. نعطيو دابا القناه ديالنا. هاد البلاصه فين كاين الوصل اللي نازل فيه؟ كاين غير صحاب الميكانيك هنا في هاد الحي هذا كما كتشوفوا هنا. يس اوكي ماي فريند. اي ام بيج فان. فولوينغ. ويلكم. مروكو. مروكو. او سو بيج فان. نورث افريكا، يو نو افريكا؟ نو. الحمد لله. سميت شانل برو. ثانك يو. الاكثريه ديال الناس اللي كاينين هنا، الو. غتلاحظوا كلشي كيستعمل الموتور هنايا، الأكثرية ديال الناس كلشي كيستعمل الموتور. بحال هذا الموتور هذا اللي كيستعملوا بزاف الهنود هنايا. دخل دابا لواحد الحي شعبي هنايا. ثانك يو. كيما قلت لكم هذا الموتور هذو اللي كيستعملوا بزاف الناس هنايا. هما كلهم تقريبا هذا الموتور هذو اللي كيستعملوا. هنايا كاين واحد المحل كيوجدوا البرياني مع الحار. هذا البرياني هذا ديالي بحال الكل. رخيص البرياني هنايا 70 روبي سيدي. الناس كيدخلوا لداخل هنايا وكيهضروا هنايا كما كتشوف. بحال هاد الوكله هادي راه يقدروا ياكلوا فيها جوج ديال الناس، والناس كياكلوا البرياني بهاد الطريقه هادي. الناس ملي غادي يدخلوا ضروري كيحيدوا الصباط ديالهم والصندره ديالهم عاد كيدخلوا لداخل. كيجيو العيالات الرجال هاد المحل هذا. هاد المحل هذا مشهور بزاف في هاد المنطقة هادي. هاد الشارع كامل كاين فيها ستريت فود هنايا، الأنواع والأشكال ديال الأكل هنايا الهندية كما كتشوفوا. What is this bro? Onion with oil, little chili, only vegetable. زاد معاه دابا واحد لاصوص مع واحد البيضة. كيك كاري. هي الطريقة باش كيقدموها لك. كيك كاري. كيك كاري. الطريقة باش كيقدموها لك بهذه الطريقة هذه. الزربة كيوجدوها لك وكديها اون بورتي. كاين بزاف ديال الأكل الشعبية في هذه المنطقة هذه، وكاين بزاف ديال المشروبات هنا. ها واحد كيدير واحد المشروب آخر هنا في هذه البلاصة هذه. ألو. ألو. ليمون توست. فير آر يو فروم؟ مروكو. مروكو. آيس. آيس. كتختار مع اي سيرو كديرو معاه هنايا كما كتشوف هاد السيروات كاملين هنايا. هاو ماتش ذيس برو؟ 20 روبي. الثمن ديال هاد المشروب هذا هو 2 درهم ونص مغربيه 0.25 دولار. اورامي فلوغ. يس. ثانك يو برو. نكمل الجوله ديالنا ان شاء الله في هاد الحي الشعبي اللي دخلت ليه اليوم هنايا في جايبور. الو. ايوا برياني. 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 تشيكن برياني. تشيكن برياني. تشيكن. نايس. جود. هاو ماتش؟ برايس 140 كيجي.
هذو كم كاين في هذه المنطقه هذه كيبيعوا البرياني بهذه الطريقه بالعبر كما كتشوفوا هذه تعرفوا بلي الاكله ديال البرياني عليها واحد اللي قبل لي كبير بزاف هنا في الهند جميع المدن الهنديه تقريبا وهذه راه خويا واش شوفوا قداش الناس كياكلوا هنا كاين الناس اللي كياكلوا بيديهم كما كتشوفوا كاين الناس اللي كياكلوا بالمعالق في هاد البلاصه هادي دايرين لهم فين يلوحوا الزبل وانت كتدخل لهنايا كتزيد معاه لاصوص الا بغيتي حاط لك واحد الصلاه ديال لاصوص هنايا كتزيدها معاه الا بغيتي شوفوا الطريقه باش كيطيبوا ترى واحد الحراره خارجه هنايا راه ما يمكنش باش تعرفوا بلي الاكله ديال البرياني اللي واحد اللي قبالي كبير بزاف هاد المحل اللي دزنا عليهم دابا كاينين المحلات اللي قربوا يسالي لهم البرياني المحلات اللي يسالي لهم البرياني حيت هاد الاكله هادي مشهوره بزاف وعلى واحد اللي قبالي كبير بزاف هنايا هاد البلاصه هادي كاينين المحلات اللي كيطيبوا الخبز روتين ها هي الطريقه باش كيطيبوا الخبز هنايا ولا كم مره كيف قولي قرم كيف ناضي الطريقة باش كيطيبوا الخبز هنايا لا برجر يا ربي يا ربي ما الطريقة تبني وطالب ما الطريقة كيف قرم كيف قرم كيف قرم بسرعة اخوتي الواحد شنو كيدير كما كتشوف ندخلوا دابا للداخل ديال المحل الناس كيجيو كيشريو الخبز كما كتشوف هذا هو الدري اللي كيبيع الدري هذا يلاه عطيتو دابا القناة الدري خدام في المحل جايين كيطلو على السمية ديال القناة ديالي باي باي بقيتيني دابا دخلت لواحد الحي شعبي هنايا تخيل هذا الحي كامل فيه غير ستريت فود غير الماكلة المحلات ديال الماكلة هنايا ولكن الأغلبية ديال المحلات اللي كيديروا الأكل هنايا كيديروا البرياني الحي الشعبي اللي دخلت ليه الأغلبية ديال السكان ديالو مسلمين اللي ساكنين هنا ألو هذا المحل كيبيع الشاي كما كتشوف أشهر الشروب اللي كاين هنايا في الهند فروم موروكو موروكو يس يس ذيس بيست درينك إن إنديا إنديا الناس كيجيو كياخذوا شاي اون بورتي برياني ديس برياني ديس برياني مول المحل هذا عيط عليك اليوم تبغي تاكل ثانك يو سو ماتش ها شاي نو 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 سو ماتش برو ثانك يو واش بغيتي تاكل واش بغيتي شاي ثانك يو برو ثانك يو ثانك يو ماي فريند ثانك يو شانيل اورامي فلوغ يس واش واحد يمسكنا ناعسين في الشارع هنايا انا خرج دابا الشارع الرئيسي هنايا غنمشي دابا لواحد البلاصه اللي كاينه هنا غادي نمشي لهاد البلاصه هادي غادي نشوف دابا شي وسيله ديال النقل اللي غادي ديني تما ولكن فابور فيليكي غنشوف دابا شي مول موطور ولا شي واحد اللي غادي لديك الجهه غنوقفو وهزنا معاه حتى تما حيت كاينه الحراره خوتي انا نقدر نتمشى دابا باش نوصل لديك البلاصه ولكن غتخصك تقريبا واحد ثلث ساعه 21 دقيقه ديال الجل والحال سخون بزاف راه قلت لكم راه كاينه اليوم تقريبا 43 درجه قلت لكم دابا غادي نتسى شي واحد يجي يهزني دابا وقفوا عليا دابا الدراري هادو قال لي نمشيو بربعه فور اوكي اوكي غنركبوا دابا بالموطور في اربعه اربعه والله الا اربعه انا درا كيركبوا اربعه في الموطور انا ما كاين لا كيسكان هنايا ما كاين اللي كيسولهم على الكاسك ما كاين اللي كيسولهم على حتى حاجه انا وتخيلوا دابا شوف اول نهار في درايف فور راكبين اربعه في الموطور لو بوليس دير لو بوليس ياك بوليس ياك الاغلبيه ديال الموطور هنايا كيركبوا الناس ثلاثه في الموطور اربعه ولكن البلايص اللي ما كيكونوش فيهم البوليس اما الا شدهم البوليس راه كيبروسيهم راه وصلت دابا بيت بيت او 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 يا 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 ما كيصوروا جاي لهنا اوكي برو محمدي بيلاس ثانك يو محمدي اگے کو اي وان تشيكن 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 فيري جود محمد وير وير بيت بيت اگے بيت بيت اگے اگے جود تشيكن وصلنا دابا لواحد المحل ديما كناكل فيه دجاج ولكن قلت ليه دابا احسن دجاج قال لي غادي نوصل حتى لواحد غادي نعطيوه على القناه ديالو ليتس جو ليتس جو ليتس جو ديما الا بغيتي تاكل ولا شي حاجه ديما خاصك تسول الناس ديال المنطقه هما اللي كينعتوا لك البلاصه اللي كتكون الماكله اللي مزيانه وير ماي فريند ياري محمدي فيزيتور محمدي بيلا ليتس جود جود برو ثانك يو او مول توك توك
جميع المطاعم اللي كاينين في هذه المدينه هذه كتلقاهم دايرين البلاصه فين كيطيبوا الخبز ديالهم. وهذا هو المطعم. هذا هو المطعم. كاين الفوق كاين هذا اللي تحت هذا. انت كتجي كتختار البلاصه اللي بغيتي تجلس فيها. كاين بزاف ديال البلايص هنايا. الناس كيقصوا هنايا. الناس كياكلوا. هلو ثانكيو. وات تشيكن برو تشيكن كما كتشوف هادو هما الاثمنه هنايا. الناس هنا عادي في هذه المدينه هذه كيركبوا ثلاثه في الموتور اربعه في الموتور كما في المدينه ديال جايبور هنايا. اي بلاصه مشيتي ليها كتلقى المساجد هنايا. اه اوليو اوليو روك عليه. اوه مول توك توك. اوه انا ما كيشوروش هاد صحاب توك توك. داك المطعم اللي مشيت ليه دابا باش نتغدى فيه داك الدجاج اللي بغيت قال لي مازال ما طايبش قال لي تقريبا حتى 6 ديال العشيه. داكشي علاش جيت دابا لواحد المطعم اللي كليت فيه هاد الايامات اللي دوزت كامل في هاد المدينه هادي. هو هاد المطعم هذا غادي ندخلوا ليه وغادي نقصيو فيه. هذا هو المطعم الوحيد هنايا في هاد الوقيته اللي كيطيب داك الدجاج. في هاد الوقيته هادي هاد المطاعم الاخرين كاملين كاينين هنايا ما كيطيبوش الدجاج حتى لواحد الوقيته 5 ديال العشيه 6 ديال العشيه. بطبيعه الحال انا فيها الجوع انا خاصني ناكل دابا. داكشي علاش خرجت من داك المطعم دابا جيت لهاد المطعم هذا. السلام عليكم. وعليكم السلام. فان الحمد لله. هو اسمه حسين. حسين يو ار مسلم؟ يس مسلم. الحمد لله. الحمد لله. كما كتشوفوا هنا الدجاج هذا سميتو تشيكن كاري. تشيكن ايش تو؟ الشيري نوت الليش. دال 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 دال. What is this? Mixed fish. And in potato and on sunshine. And dal fry. Dal fry. 224 four piece. 4 piece. Spicy, no spicy? No spicy. Okay, give me. ناخذ دابا تشيكن كباب. المهم داير 220 يعني واحد 25 درهم تقريبا مغربي. هذا المحل غادي ناكل فيه حتى هو راه كيطيبوا الخبز كما قلت لكم. جميع المحلات اللي كيديروا الاكل هنايا كيطيبوا الخبز. هي العجينه. كتاخذ الاكله ديالك الثمن ديال الخبز بوحده يعني الا بغيتي تزيدوا كتزيدوا ما بغيتيش تزيدوا ما كتزيدوش. من كتجلس في الطبله اول حاجه كيجيبوا لك كيجيبوا لك هذا الغرف هذا فيه الماء مع الكاس على كيطيب الخبز. انا وليت عارف علاش كيديروا في هذا الخبز هذاك برو. جاست اونيون اونيون يس اوكي اوكي ثانك يو. انا هذيك ماضي الصراحه ما كناكلهاش والحار ولا شي كيف بدا نهار بصلاه بوحده. يلاه جابوا لي دابا الغدا ديالي هذه هي الوجبه اللي غادي نتغدوا بها ان شاء الله اليوم. الصراحه كان كنتوقع على بلي كباب كباب اللي كنعرفو كامل ولكن صدق ماشي كباب اللي كنعرفو كاملين. الفخاد ديال الدجاج ماشي مشكل بحال بحال. هذا هو الغدا ديالي كما كتشوفوا اربعه ديال الفخاد ديال الدجاج مع البصله والبصله الاولى كما شفتوها. هاد لاصوص هادي راه حاره مع واحد المناضه. الوجبه هادي دايره تقريبا 25 درهم مغربيه 2.50 دولار. كتشوف هذا هو الفخاد ديال الدجاج كيدير معاه بزاف ديال لاصوص. حاجه هكذا اللي نتمنى حيت الصراحه مازال ما دقتوش دابا نتمنى ما يكونش حار. نتمنى زوين ولكن حار. واو حار. ثانك يو. انا ما بقيتش كنحس به بسبب الحار. هاد المناضه انا خديت شربتها كامله والو حار هادشي بزاف. هادي ما خدتش باقي نكملها. شنو ديرت صابر 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 حتى ما قدرتش باقي نصبر. هاد الفخاد هادو ملي كتاكلهم بحال كتاكل حاره خضره ديالك. كليت ثلاثه هاد الرابعه صراحه ما قدرتش نكملها باقي بسبب الحار اللي فيها بزاف. اك نمبر عمي تماك بالوباسي. كليت دابا في المطعم. يلا خرجت دابا كما كتشوف يلا كيوجدوا دابا حاطين دابا الدجاج هنايا. يلا غادي يطيبوا دابا فهاد البلاصه هادي كيشوفوا فيها. جميع هاد المطاعم اللي كاين في هاد المنطقه هادي العشيه كيطيبوا كامل في هاد البلاصه اللي كتبان لكم دابا خاويه كتكون عامره. اول حاجه غتلاحظها الا جيتي للمدينه ديال جايبور هي الطاكسيات ما كاينينش في هاد المدينه هادي. اش كيديروا هاد الناس الكلاكسون راه ما يمكنش. اول حاجه غتلاحظها الا جيتي للمدينه ديال جايبور هي توك توك. ما يمكنش اخوتي العدد ديال توك توك اللي كاين في هاد المدينه هادي. انا صراحه في بزاف ديال المدن هنا في الهند وكنت في اكبر المدن اللي عندي هي مومباي ولكن صراحه العدد ديال توك توك اللي كاين في المدينه ديال جايبور هنايا ما عمرو بان لي في شي مدينه هنايا في الهند. راه ما يمكنش العدد ديال توك توك. شوفوا شحال ديال توك توك كاين هنايا. الطاكسيات اللي حد الساعه دوز دابا 3 ايام في هاد المدينه الطاكسيات ما كيبانوش ليا هنايا. الوسيله ديال النقل اللي مشهوره في المدينه هي توك توك والمواطن. الانواع والاشكال ديال التوك توك اللي كاينين في المدينه
اشكال والانواع ديال التوك توك هنا، كل توك توك مختلف على التوك توك كما كتشوف. نايس فيري جود، يس فيري نايس. اصحاب التوك توك لا اشكال والانواع هنا. شوف شحال ديال التوك توك، تبارك الله تبارك الله تبارك الله. السياح باين لكم هنايا، السياح كيجيو بزاف لهاد المدينه هادي، حيت هاد المدينه هادي فيها بزاف ديال الحوايج اللي غنكتشفو مع بعضياتنا، اللي غتشوفو فهاد القناه في الفيديوهات الجايين. شي معابد، الناس كيعبدوا شي حوايج اللي غريبه وعجيبه اللي، ولكن هادشي ما غاديش نقول لكم دابا في هاد الفيديو حتى الفيديوهات الجايين، وتكتشفوا واش كيعبدوا هاد الناس، ولكن كيعبدوا شي حوايج اللي غريبه وعجيبه. هاد المدينه هادي كيتواجد فيها اشهر معبد اللي كاين هنا في الهند، اللي غنمشيو ليه ان شاء الله في الفيديو الجاي. برو الو اوريو، هذا جا كيطلع ليا في الكاميرا، كي داير؟ لاباس؟ نايس تو ميت يو. كتمشى في الشارع هنايا كتلقى هاد الناس اللي كيصاوبوا العصير ديال القصب السكر هنايا كما كتشوفوا، الكرانس هنايا. ميزوك باس ميزوك. غني لي دابا شي حاجه. سير ثانك يو. هادو كيدورو في الشارع هنايا كيغنيو لشي واحد كيدور معاهم. ثانك يو سو ماتش. الشارع هنا كتلقى الجبار هنايا كما كتشوفو الناس اللي كيتبدعو ولا كيتهرسو كيجيو عندو كيقاد ليهم هنايا، كاين على الشارع في هاد البلاصة هادي. في هاد البلاصة هادي كاين الحمام هنايا. شوف شحال ديال الحمام كاين في هاد البلاصة هادي. كاين واحد السيد اللي كيبيع الماكلة ديال الحمام هنايا، الناس كيجيو لعندو كيشرو عندو الماكلة ديال الحمام وكيعطيوها ليهم. I'm fine and you. Good, I'm fine. Where from? Morocco. Morocco. Yes. You know Morocco? Africa, North Africa. African India. Very nice. I'm India. Asia. Thank you. Nice to meet you, bro. Nice Hello, to meet you. How are you? I'm fine, bro. Where are you from? Morocco. Thank you, bro. Where are you from? Morocco. Morocco. YouTuber? Yes. I follow you. اوكي برو، اوقف لينا دابا واحد مول توك توك. هاو ار يو؟ جود جود. واتس يور نيم؟ جيمي. جيمي نايس تو ميت يو. كم 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 بليز. اوكي. فرست يو سيل وي كان توك ذير بوليس بروبلم. اوكي احنا دابا طلعنا للتوك توك. المدينة ديال جايبور معروفة بالمباني التاريخية ديالها. You go to Naharghat Fort, this is the hill one. Yes. This we have two ways. Otherwise, one going to Tuk Tuk and you go by yourself by Tuk, by walk. If you which one you want, you tell me, I can drop you. هذا مول توك توك هذا دابا سولت على واحد البلاصه بغيت نمشي ليها واعطاني صراحه بزاف ديال المعلومات. Thank you my friend. Thank you very much. Thank you so much. Any service you can tell me, I can help you in Jaipur. And any of your friends come to Jaipur, I take the sightseeing only 1000 rupees in all day. One day. Yeah, one day my price 1000 rupees. Thank you so much. Thank you. Bye bye. المدينه ديال جايبور هي المدينه التاريخيه في ولايه راجستان، كتواجد في شمال غرب الهند. يلاه دخل دابا هاد الباب، دخل لهاد البلاصه هادي. هاد البلاصه هادي كاين واحد المعبد الهندوسي، في هاد البلاصه هادي كاين واحد السويقه. غنكتشفوا مع بعضياتنا هاد البلاصه هادي. وصلت دابا لهاد البلاصه هادي، كاين هنا المحلات اللي كيصاوبوا الشاي. كتشوفوا الناس كيشربوا الشاي. نو 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 ماي فريند ثانك يو. هنا كما كتشوفوا الناس كيشربوا الشاي. كاين المحلات هنا اللي كيبيعوا ساموسا. What is this? Curry. Hello sir, you have water? One small bro. دابا هذا المحل ناخذ فيه شي قرعه ديال الماء حيت الحال سخون بزاف. Yes, thank you. ساموسا. الطريقة باش كيطيبو الساموسا كيطيبو هاد الزيت كيما كتشوفو هنايا، وهي هادي الساموسا ملي كيطيبوها كيما كتشوف كيفاش كتولي. يوغي ساموسا بانكار. ساموسا بانكار. وكتمشي معاها لاصوص هادي كيما كتشوف. ساموسا ساموسا ساموسا. فهاد البلاصة هادي كاين واحد المعبد هندوسي كيما كتشوفو هنايا. ديال جايبور واحد المدينه اللي متناقضه بزاف، كاين بزاف ديال الديانات هنايا. قبل ما يدخلوا لهذا المعبد اول حاجه كيديروها كيمسوا هنايا، هي الاول كما كتشوفوا هنايا بحال هذه الطريقه هذه. من بعد كيمشوا كيضربوا هذيك، حتى الناس اللي باقي صغار كيضربوها.
واحد كيبوس الارض انا كيبوس واحد ناس لا اله ديالهم انا راه الناس بعقلهم كينعسوا شنو الناس بعقلهم عباد الله الناس كينعسوا الاله ديالهم الناس كينعسوا الاله ديالهم كاين شي واحد هنا كيقراو شي كتبه فهاد البلاصه هادي كاينين الطلبه كيما كنشوفو الناس كيخرجوا كيعطيو الماكله المدينه ديال جايبور كتشبه بزاف في المدينه ديال مراكش اللون ديالها وحتى في المباني ديالها تقريبا صحاب توك توك كنشوفوك غادي في الشارع كيوقفوا لك نو نو هير هير نو جاست هير جاست هير ثانك يو 152 بيس 152 بيس يس جوج تي شورتات ب 15 درهم خلاه خلاه ما بغاش يلبس خلاه في 100 افرن I want one. How much one? You can take it, no problem. Welcome. Thank you so much. ليش حد دايره وحده ديال الاكاجو قال لي ماشي مشكل هزه يا جيج اي بو اوكي كيبيع بالجله هنا هو انواع ديال الحر اللي كيبيع هنا شحال ديال الحر تبارك الله هذا الحر المجفف شوف شحال من توكتوك وقف ليا دابا نو 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 برو نو نو اكسبنسيف برو نو يس No, no, thank you, thank you. 100. One tour. One tour, yeah. Yes, how much? 100. 100. 1 mil. 1 mil around. No, no, how 1 mil. Tour, tour, bro, tour. Tour, yes. احنا دابا كنديروا معكم الجوله هنايا في المدينه ديال جايبور توك توك ها كيتمشاو هنايا اكثر العدد ديال توك توك خاوي باش تعرف مين كيشوفوك هنايا كيقول لك واش بغيتي نوديك شي بلاصه ولا شي الجهه هذه اللي كنا فيها كاين فيها المحلات التجاريه بحال الكروات عندنا حنايا كيبيعوها بالجمله كاين اللي كيبيعوا العطريه كاين اللي كيبيعوا السلعه في هذه الجهه الاخرى كاين المحلات كيبيعوا الحويجات هنايا كاينين الفراش هنا في هاد الجهه هادي او ماتش وان خلى اخوتي الحوايج هنا ثانك يو هذا مول المحل هذا قال لك كاع دخل لداخل الو برو بانجاز ناس ناعسين هنا بليز كم 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 نو بروبليم نو بروبليم ثانك يو تلبس سبرديه انت واش يمكن ندخل انديان شاي 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 نايس شاي دي يور كونتري موروكو موروكو يس موروكو يا بنغال ماي نيم حسين يس مسلم السلام عليكم وعليكم السلام المحل كامل كما كنشوف شي كامل ديال العائلات اللي كيبيعوا ثانك يو برو ثانك يو هذا كيبيع هادو ديال العنق كما كتشوفوا الاشكال والانواع هاو ماتش ديس برو هاو ماتش 100 ديس الرخلة دايره 12 درهم مغربي الرخلة تقريبا دولار فاصلة 20 شوفوا الناس كيجيو كيشريو الحر هنايا Strong chili, strong chili. Chaha. Tej, tej, strong. Tej, tej, strong. Ye light. Ye light, a light. Not chapra. Normal. 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 Tak isro maya jenud. كتشوف الحر كيقول لك نورمال حيت هما هما اللي كياكلوا الحر الكميات باش كيبيعوا الحر هنايا كاينين المحلات خاصه كيبيعوا الحر هنا كما كتشوف جميع هاد المحلات اللي كاينين هنايا خاص ديال الحر هادو كيبيعوا فقط الحر كما كتشوف 150 ثانك يو ناغر بوت يس
आज नागरपुर जाएंगे हाउ मच ब्रो ऊपर या नीचे नो 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 जस्ट वन वे नीचे ऊपर वन वे ब्रो वन वे अरे बता ना ऊपर जाओ नीचे जाओ या बता नो नो 100 ब्रो 100 100 नो 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 यस वन वन ओके यस यस حيت الحال سخون بزاف دابا شدي التوك توك باش نمشي واحد البلاصه اخرى دابا هنايا في المدينه حيت غادي تدور هنايا في هاد الشميشه صعيبه بزاف حيت الجو سخون ضروري خاصك تشد التوك توك اصحاب التوك توك كذا جيتي لهنايا للهند خاصك تزير معاهم في الثمن راه كيشيروا في الاثمنه هنايا يعني الا قال لك هو 500 قول له واش بغيتي 50 ديما نقص ليه 90% شي شفتي دابا شي واحد من المدينه ديال جايفور واش ما غاديش تقولوا بلي حنا دابا كاينين في مراكش المدينه ديال جايفور كتشبه بزاف مراكش شوف الفينات ديال هذه المدينه شوف هاد البوطيات ديال الضو اللي كاين في هذا الشارع هنا في المدينه ديال جايفور بحال هاد البوطيات اللي كاين في بزاف ديال الشوارع في المدينه ديال مراكش الناس ديال مراكش اللي عندي في القناه هنا الا كتفرجوا دابا في هذا الفيديو قولوا لي واش هاد البوطيات هادو كيتشابهوا مع البوطيات اللي كاين في الشوارع ديال مراكش ولا لا لكن الحاجه اللي ما كايناش في مراكش وكاينه هنايا في جايفور في الهند هي صحاب التوك توك مراكش كاين صحاب الطاكسيات بزاف هنا في جايفور كاينين صحاب التوك توك بزاف وصحاب الماطور عند واحد الدري هنا كيصوب واحد العصير ديال الاناناس ولكن كيعصب بواحد الطريقه اللي زوينه وعجبتني صراحه الطريقه باش كيعصب برو جيف مي وان يس ها هو الطريقه باش كيعصب العصير كما كتشوفوا ها العصير ديال هذه يس حيس كاس كبير داير 40 روبيس هذه كاس صغير داير 30 روبيس الطريقه دابا باش كيذوب لا كلاص اكسول نو 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 صافي نطلق معكم دابا العصير ديال الاناناس صراحة هذا العصير هذا ما فيه لا مذاق لا والو وما باردش ما باردش سخون بزاف ثانك يو نمشيو دابا نكملوا الجوله ديالنا في المدينه ديال جايبور ليتس جو البلاصه هادي كاين واحد اللي كيبيع الايس كريم كما كتشوفوا هنايا يلا خديت عندنا دابا واحد الايس كريم حيت سخون الحال بزاف هما شديت لا خديت دابا واحد الايس كريم تبردوا شويه لا خديت دابا هذا الايس كريم تبرد شويه حيت سخون الحال بزاف طيب هذا الايس كريم اللي احسن من ذاك العصير يصير قبيله ما يمكنش الزحام اللي كاين حدا ها هو محل هنايا فهاد البلاصة هادي كاينين هاد الحافلات هادو اللي كيهزو الناس هنايا شو واحد الزحام كاين في الداخل ديال الحافلة هنايا أمير فول الى غتقطع الطريق هنا في الهند راه بحال هادوز شي امتحان او وي ويت ويت شو عليكم هادو راه كيتمشاو بواحد السرعه هنا راه خيالي هلو اگنی بھی اگنی अरे आगे नहीं मैंने बैठेंगे ये चालान हो जाता है इसमें आगे नहीं बैठते पीछे बैठो हाँ पीछे बैठो चालान हो जाता है आगे नहीं बिठाते क्या ओ मोहम्मद प्रेस नहीं नहीं प्रेस प्रेस नहीं वो मना करते वो हमारे को प्रेस नहीं माने आगे आगे क्या के वो चालान करते हैं यहाँ पॉइंट पे त्रिपुलिया तक बात दबे मैच सा एक मुल्क चुक दो साइड में हो गया हाउ मच हाउ मच प्राइस 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 10 रुपये नो 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 10 रुपये محمد بليس ها محمد بليس كونسي دابا نركب مع المول توك توك هذا كيهز البلايص كما كتشوفوا نطلع معاه في القدام اوكي يلا ركب دابا مع المول توك توك وصلنا دابا لواحد البلاصه اللي غادي ليها هنايا حيت هاد الشارع هذا طويل بزاف الا غادي تمشى خصك تقريبا واحد ثلث ساعه ديال الطريق
يعني من الاحسن نشد التوكتوك. دابا كاين توكتوك اللي كيهزو بلاصه وحده بحال التوكتوك اللي راكب معاه دابا كيهزو بلايص، كيهزو بلايص ب 10 روبيس. هز دابا تقريبا خمسه ديال الناس يعني 50 روبيس، 10 روبيس تقريبا هي درهم مغربية. شوف واحد المعبد كاين وسط الطريق هنا. قلت لك توصلني دابا لهنا، قال لي راه هنا النهاية، انا ماشي هاد البلاصة اللي غادي ليها. محمد فيليس، محمد فيليس ور ميتين 10 روبيس 20 20 اصحاب توك توك كيهزوك من ديك البلاصه من داك الرومبا الاول كيوصلوك لهاد الرومبا مع 10 روبيس، الا غيوصلك ثاني لذاك الرومبا الاخر غتعطيه ثاني 10 روبيس اخرى. دابا انا نعطيها انا 20 روبيس حيت مازال ما وصلتش لديك البلاصه اللي غادي ليها انا، حيت هاد الشارع هذا طويل بزاف. انا لاحظت واحد الحاجه هنايا، تخيلوا دابا هذا شارع وسط الشارع كيديروا فيه معبد، ها هو بحال هذا دابا واحد المعبد هنا كيوصل ماشي على معبد واحد، راه كاين بزاف ديال المعابد هنا، كتمشى شويه كتلقى معبد وسط الطريق. المدينه ديال جايبور اول مدينه في الهند كيبان لها بزاف ديال المعابد ديال الهندوس هنايا، في هذه المدينه هنا كاين بزاف ديال المساجد هنا، كتلقى مسجد حداه معبد، المدينه متناقضه بزاف. شوف شحال من واحد هز هذا مول توك، واو شحال من واحد هز هذا. هذه هي المحطة ديال التوك توك هنايا. ثانك يو، باي باي. كما كتشوفوا هذه هي البوابة. ها واحد المعبد كاين في هذه البلاصة هذه. راه ما يمكنش العدد ديال المعابد اللي كاينين هنا. أول حاجة غادي تلاحظها إلا جيتي المدينة. برو أول حاجة تلاحظها إلا جيتي المدينة ديال جايبور هي العدد الكبير ديال المعابد هنايا. تخيلوا كتلقى معبد حدا معبد حدا معبد، كتلقى الشارع كبير كتلقى الوسط ديالو دايرين فيه معبد. راه كان غادي يدخل فيه هذا مول الموتور هذا. الو اوكي جاي باي باي. جاج وات از ذيس؟ شوفوا الانواع ديال الدجاج هنايا. اختار الدجاج اللي بغيتي، واش بغيتي يخليوه عليك في الزيت ولا يشويه عليك هنايا فوق الفاخر كما كتشوفوا. فيك طبعا. البلاصه هذه كاين الخبز، البلاصه هذه كيطيبوا الخبز. جميع المطاعم هنايا كلهم كيكون عندهم الفران ديالهم كيطيبوا الخبز. هذا واحد المطعم المشهور بزاف هنايا. وكاينين هادو اللي كيبيعوا لهم التبويقه ديالهم. دي سويت بان الطريقه باش كيصوبوها. يو تيست نو ثانك يو. قال واش بديت تجربها هاد الطريقه باش كيصوبوا الحلوه كاين اللي كيجي كياخذها اون بوردي بهذه الطريقه كما كتشوفوا هنا. هاو ماتش ذيس؟ 40 روبيس 40 رخيصه 1 باي 2. هذه الحلوه هذه دايره 40 روبيس. هذا الربيع هذا فاش كيصوبوا هذه الحلوه هذه؟ عنده دابا واحد القرعه ديال الماء واحد الشوكولات. الو الو هاو ار يو؟ غود. لقيتوني دابا راك مع هذا مول توك توك هذا، لقيت هذا التوك توك هذا ديال الضو ماشي ديال ليسانس. يا خاصكم دابا تعرفوا بشحال كنركب دابا انا التوك توك. قبيله ركبت ب 20 روبيس هي تقريبا 2 درهم ونص مغربيه، حيت قال لي في الاول 10 لواحد البلاصه من بعد زاد عليا ثاني 10 اخرى. دابا ركبت الثاني مع هذا ب 10 غيوصلني تقريبا 2 كيلومتر بدرهم. درهم رخال درهم هي 0.20 دولار. حاب التوك توك اللي كيهزو البلايص كضرب عندهم ب 10 روبيس. تاخذ ديك التوك توك بوحدك انت غيطلب منك 50 روبيس 60 روبيس. ياس ياس ياس.
هكا كتسالي الجو اللي درنا اليوم في النهار الاول ديالي هنايا في الجيبور. تونيع عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك لهذا الفيديو شي كومونتير زوين. كنت كتفرج في الفيديو ديالي مازال ما اشتركتش معايا في القناه حبس دابا الفيديو نزل دير سبسكرايب باش يوصلك كل جديد حيت كل نهار كيكون فيديو جديد. السلام عليكم.